خبر سار من وزارة العمل لجميع الموظفين في القانون الجديد. لقد أعلن قانون الخدم المدني الجديد عن مجموعة من المزايا والتسهيلات، وهذا لكل الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة وكذلك العاملين في الحكومة، لا سيما عند القيام بإحالتهم للمعاش، فنجد أنه يحق لهم الحصول على رصيد نقدي مقابل الإجازات الاعتيادية تلك التي تكون مقابل العمل بأحكام القانون، ولكن لم يستفيد بها الموظف قبل إنهاء خدمته. العديد من الأمور الهامة نتعرف عليها. طريقة احتساب التعويضات المالية مقابل الإجازات. نجد أنه طبقا لنص المادة رقم 71 من قانون الأحوال المدنية، فإنه يستحق لما الموظف عند انتهاء خدمته أن يأخذ مقابل عن رصيد إجازاته الاعتيادية، وهذا يعتبر بمثابة تعويض مالي، ويتم احتساب تلك التعويضات بناء على الراتب الأساسي للموظف. هذا طبعا بخلاف العلاوات الخاصة التي كان يأخذها الموظف حتى تاريخ تطبيق هذا القانون، ويمكن لحامل المناصب الياء إمكانية الاحتفاظ بوظائفهم حتى نهاية فترة تواليهم لهذه الوظائف أو حتى بلوغهم سن التقاعد، وهذا حسب ما يحدث أولا أيا منهم. على جانب آخر، أوضح قانون الخدم المدني أن الحد الأقصى للحصول على مقابل مادي بديل الإجازات هو 790 يوم طوال فترة الخدمة الخاصة بالموظف، ونجد أن هذا القانون يتيح لجميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة بعد تقاعدهم الحصول على المقابل النقدي إجازاتهم السنوية دون حاجتهم للطعن في الأمر أمام القضاء، لأن ذلك حق طبيعي لهم.